قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن لدى إيران برنامجا نوويا طموحا، ودعاها إلى التعاون وتوضيح الأمور الغامضة بشأن أنشطتها. وخلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس محافظي الوكالة في فيينا، أكد غروسي أن ما قدمته إيران هي معلومات غير كافية، وطلبها بالاستمرار بتقديم التوضيحات اللازمة. في المقابل أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن أي قرار ضد إيران في مجلس حكام الوكالة الذرية سيحمل تبعات سلبية على مسار التعاون. متراجع منسوب الأمل من رتق اتفاق إيران النووي مع القوى الغربية هنا في مجمع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، يلوم الغرب إيران. حسن التواصل لم يفض إلى النتائج المأمولة، والاتفاق الذي وقف كثيرون على شد أطرافه والرجوع إليه تعثر بممارسات إيرانية طموحة هي وقد لا يسعها الاتفاق من جديد. أعتقد أنه علينا الاستمرار في العمل مع إيران، الأمور لم تنتهي بعد. ما حصلنا عليه من معلومات من إيران غير كافية وليست واضحة، وبالتالي لا يمكننا أن نخطو خطوة إلى الأمام. مادني الغرب يده على نفاذ صبره. قراره المرتقب خلال أيام يراه مراقبون أنه الأكثر حسما بوجه طهران منذ سنوات. توعد وزير الخارجية أسطر القرار قبل خطها برد فوري على أي خطوة سياسية ضد إيران، وقد عزم المجتمعون في فيينا تحضير مشروع قرار يدعو طهران إلى التعاون مع الوكالة الأممية. تكذب الخارجية الإيرانية رواية وكالة الطاقة الذرية حول برنامج طهران النووي، وتأمر من الولايات المتحدة الأمريكية والثلاثي الأوروبي التراجع عن مسار تعده طهران خاطئة. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية خطيب زادة يؤكد أن أي قرار ضد إيران في مجلس حكام الوكالة الذرية سيحمل تداعيات سلبية على مسار تعاون تبدو الأطراف جميعها منصرفة عنه. من طهران ينضم إلينا مراسلنا ياسر مسعود. أهلا بك ياسر. ياسر، ما هي خطورة هذا الجدل بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبين إيران، وهل تتخوف طهران من انعكاسات هذا الجدل على ملف المفاوضات النووية في فيينا؟ بالفعل رويدة، ما يجري الحديث عنه هنا في طهران اليوم تحديدا إن كان من قبل الخارجية الإيرانية أو حتى رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، خلاصة الكلام ما يقال هنا من أنه في حال تم اتخاذ أي خطوة تصعيدية من قبل مجلس حكام الوكالة سيؤثر على صعيدين فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني. الأول هو التعاون الإيراني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سيقزم من هذا التعاون. هناك كانت عدة زيارات لرافائيل غروسي خلال الستة أشهر الماضية، أكثر من مرة زار طهران، وأيضا كانت هناك زيارة من قبل محمد إسلامي أيضا إلى فيينا، وبالتالي تبادل الزيارات هناك أثمرت عن نتائج إيجابية، توافقات كما تقول طهران، وأيضا وصفت حتى من قبل غروسي في حينها بأنها كانت بناءة ومثمرة. ولكن تقول طهران من أن التقرير الأخير الذي تم اعتماده من قبل الوكالة اعتمد على معلومات خارج إطار المفتشين الدوليين الذين الحاضرون في طهران، وبالتالي اعتمد على يعني معلومات خارج هذا الإطار، وهذه المعلومات بالضرورة تكون تشكل ضغطا خارجيا، وتحديدا هنا الكلام عن إسرائيل كما يقول خطيب زادة. أيضا يقول محمد إسلامي من أن هذا الاتفاقات أثمرت عن ردود حصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن بعض الأجوبة فيما يتعلق باستفسارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأيضا هناك تم رسم خارطة وآلية للاجتماعات، ثلاث اجتماعات جولات ستكون ما بين طهران والوكالة الدولية، مقرر أن تعقد خلال الأسابيع القادمة، وعليها تكون هناك تقدم طهران الأجوبة لكافة الاستفسارات. أيضا وصف اليوم محمد إسلامي من أن غروسي لا يمتلك الإرادة الكافية للقول من أن الردود الإيرانية كانت مقنعة على استفسارات الوكالة. هذا من جانب. من جانب آخر خارج الإطار التقني إلى الشق السياسي، الكلام أيضا يقال هنا في طهران من أنه في حال اتخذت خطوات تصعيدية بالطبع هذا سيؤثر سلبا على مسار المفاوضات، وإن تبدو متعثرة ما بين طهران والغرب،
الغرب، وأيضا ستؤثر بشكل خاص على تواجد المفتشين ربما الدوليين في طهران، وبالتالي كل هذا سيعزز من تحرر طهران فيما يتعلق بالتزاماتها في بنود الاتفاق النووي، وربما ستعود يعني المفاوضات الجارية إلى ما قبل 2015. ياسر، من خلال متابعتك لتصريحات القادة الإيرانيين، هل هناك نفس تصعيدي ضد إجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أم هناك استعداد من طهران للتعاون لحماية مفاوضات الملف النووي؟ رويدة، ما يجري الحديث عن هنا في طهران هو أن الجميع هنا يترقب، حتى اليوم ما أكدت عليه الخارجية الإيرانية، الجميع يترقب ما سيخرج به مجلس حكام الوكالة في حال اتخذت خطوة تصعيدية، بالطبع على حد قول خطيب زادة من أنه سيكون هناك رد مناسب معها. كيفية هذا الرد، شكل هذا الرد، هل في الشق التقني أم في الشق السياسي، لا أحد يتحدث هنا في طهران. القرار بالطبع في مثل هذه الملفات يعود إلى المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. أيضا أكد محمد إسلامي اليوم من أنه زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم، هذا القرار لا يعود بيد هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، إنما بيد القيادة العليا وبالتالي المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. ولكن بالطبع هناك التزام من قبل الحكومة الإيرانية بقرار البرلمان الإيراني الذي يلزمها يعني باتخاذ خطوات على مسارين. الأول هو فيما يتعلق زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم وزيادة المخزون من اليورانيوم، وبالتالي تقول يعني هيئة الطاقة الذرية الإيرانية وحتى الخارجية من أنها ملتزمة بهذا القرار، وفي ذات الوقت أيضا هي تسعى إلى أن يكون هذا المسار منسجم مع مسار المفاوضات مع الجانب الغربي. شكرا لك ياسر مسعود، مراسلنا من طهران.